السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى كيفية عمل أولوغرام، لأن هذا الأولوغرام هو فيديو بروجيكتور 3D يمكننا من رؤية فيديوهات وصور ثلاثية الأبعاد. يتكون هذا الأولوغرام مجموعة من مصابيح ليد، هنا هو فان فونتيلاتور، تكون من عدة مصابيح، كارت اس دي، هنا كارت اس دي لتخزين الفيديوهات بطبيعة الحال، وعندكم كارت اس دي، ها هي الكارت اس دي، هنا نخزن الفيديوهات. يوجد عدة أنواع من الأولوغرامات، فهناك أولوغرام بالواي فاي وابليكيشن اتش دي 4K وبالريموت كنترول، والذي يتحكم في ديفينيشن للأولوغرام هو عدد المصابيح ليد للأولوغرام. فإذا كانت عدة المصابيح كثيرة فالصورة ستكون واضحة ب 8 ميجا بيكسل اللي هي ال4K. هادو دي ريسيفر اي ار ريسيفر بطبيعة الحال لوحة تحكم تيليكوموند ريموت كنترول، هذا اي ار ريسيفر، ويتكون من مانيوال يوتيليزاسيون بطبيعة الحال. اذا في هذا الفيديو سنعرض لكم عرضا للناس التي يعني تريد معرفة كيفية اشتغال الأولوغرام. الأولوغرام جيد بالنسبة للشركات، مثل شركة الأحذية، شركة أي شركات تريد عمل إشهار وإثارة انتباه الناس لشراء منتجات. لاليمونتاسيون 12 فولت، سبلاي 12 فولت، وهنا باز، هذه يجب يعني سأريكم، وهو يباع بهذا الباز الفيكساسيون، هذه يجب إلصاقها في الحائط هكذا، وإلصاق يعني هولوغرام بها، لأن الهولوغرام يدور بسرعة كبيرة. سنعمل الران، هذه هي ريموت كنترول للهولوغرام، لأن هذا الهولوغرام لا يتوفر على الواي فاي. إذا كانت هناك الواي فاي فيمكنك يعني تشغيله بالهاتف. هذا الريموت كنترول ستوب ران، وهنا فارياسيون ديال الضوء، هنا ريبيتيسيون، وهنا الفيديو الموالي والفيديو الذي قبله. إذن ران، يمكنكم مشاهدة يعني الفيديوهات التي توجد في الكارت اس دي الان، لان هذا الاولوغرام يتوفر فقط على الكارت اس دي، لا يتوفر على الواي فاي. والثمن بطبيعة الحال، ثمن الاولوغرام فهو وفقا للمميزات التي يتوفر عليها. فهناك اولوغرامات بالواي فاي وب 4K وعدد كثير من الخصائص خاصيات، فهو يكون ثمنه 3000 درهم مغربية، يعني 300 دولار، 250 دولار، 400 دولار، يعني هذا هو الثمن. ولكن هذا الهولوغرام العادي يعني 224 مصباح ليد ويعني فول اتش دي وبدون واي فاي، ف70 دولار، 80 دولار، 100 دولار بالشحن، ابتداء من 50 دولار. اذا الران فسيقرأ الفيديوهات الموجودة في الكارت اس دي، وهناك لوجيسيال يعني سوفت وير يعني يعطى في هذا الكارت اس دي 3 دي اس بلاير، فيمكننا تحويل اي فيديو، اي صور او فيديو الى فورما ديال الاولوغرام، لان الاولوغرام يجب نضع هنا في الكارت اس دي
فايل بالفورما الخاصة بالهولوجرام. فهذا اللوجيسيال سوفتوير يحول لنا اي فيديو ام بي 4 او صورة الى اكستنسيون هولوجرام. فهذا يجب ضروري استخدام الحاسوب لكي نعمل هذا الكونفرسيون. سنعمل الران، سنمر الى الفيديو المقبل. كما تشاهدون ويدور بسرعة كبيرة، وهنا كما نرى حذاء شركة أديداس. حذاء شركة أديداس إذن يمكننا وضع أي فيديو نريد، وهناك هولوغرامات تتوفر على الصوت أيضا، فمسألة يعني كل هولوغرام وخصائصه. هناك هولوغرامات تتوفر على البلوتوث والصوت، ويمكنك مشاهدة فيلم يعني بالصوت والصورة ثلاثي الأبعاد. ما تشاهدون كنا وضع أي فيديو. إذا كان هذا فيديو لعرض الأولوغرام وخصائصه. شكرا لكم وإلى اللقاء.